اقول لكم الصلصه دي هنعملها ازاي من الطماطم الجامده الملحمه وفيها لحم كتير. وعلى فكره دي ميزه ان يبقى فيها لحم كتير، دي ميزه اللون مقدور عليه. طيب هنعملها ازاي بقى يا فيفا؟ هجيب طماطم الكميه اللي انت عايزاها، اربعه، انا هشتغل النهارده باربعه كيلو طماطم، وهحط عليها بصي بقى كيلو فلفل احمر حلو، كيلو فلفل احمر حلو، وشوفي النتيجه. طيب وايه تاني؟ بنجرايه واحده، مش عايزه اكتر من كده، بنجرايه واحده ومعلقتين سكر. تاني يلا بينا. هعمل ازاي صلصه الطماطم؟ مش هقول لك زي بتاعت بره، لا احلى من بره لانها طبيعي. هعملها ازاي؟ باربعه كيلو طماطم هحط عليهم كيلو فلفل الوان احمر وبنجرايه واحده ومعلقتين كبار سكر. طيب هقعد بقى اشيل القشره وافصص ولا اي حاجه، باسهل طريقه عندك هتعملي ايه؟ هتجيب الحله على ايه؟ البوتاجاز عندنا، وهروح شايله طبعا الحته الخضراء اهي اهي خالص تماما، واروح قطعاها اربع ايه تربع، ممكن عايزه تقطعيها اصغر برضو اوكي. مش بضربها خالص دلوقتي، اهي بتتحط على النار على طول. تعالوا نحط الحبه الحلوين دول ونكمل احنا تقطيع. انا مقطعه كل الكميه عندي اهي زي ما انتم شايفين اربع تربع، جامده تتاكل حاف، يترش عليها رشه سكر وتتاكل، تتعمل عصير خطير. تمام، حطيتها من غير ولا نقطه ميه. تعالوا نعمل الطماطميتين دول كمان. طبعا احنا بنعمل ليه زي ما بقول لكم؟ ليه؟ علشان نوفر وقت اهم حاجه، ونوفر كمان فلوس. بس عايزه اقول لكم بلاش يا جماعه نشتري حاجات كتيره. يعني انا هنا عامله ايه؟ الصلصه باربعه كيلو، انت شوفي حاجه بيتك هتحتاجي ايه، والاهم من ده كله ان انت تبقي عارفه انت بتحبي الاكل اللي كتير بصلصه، ولا انت بتترجتي اكتر الاكل اللي هو ايه؟ يعني مكرونات بقى كتير، بتعملي سنجيب بلانشا، بتعملي خضار كتير، فطبعا طبعا يبقى على طول تجري تعملي اللي انا بعمله ده. هي مش الفكره كمان ان انا هخزن وخلاص او هحضر وخلاص، لا هي الفكره انا ده احتياجي ولا لا. مش كل الناس هتعمل صلصه فانا هعمل صلصه، لا في ناس عايزه اقول لكم استخدامها الصلصة قليل جدا. بصوا انا نظفت خالص هنا عندي اهي الفلفل الاحمر عندي تماما، نظفته تماما خلاص، واروح حطاه بقى عندي هنا على الطماطم. قيمة غذائية عالية جدا زي ما قلتلكم، ومش كده وبس، كمان لون حلو قوي وبيديلها كمان طعم حلو قوي. في ناس بتحط فيها بطاطس عشان تتقلها، براحتكم، بس انا يعني لا، ما بحس كده ان انا بعدت عن المضمون، حتى ولو بطاطسايه بحس كده ان انا بعدت عن المضمون، لا هي كده بتبقى معايا حلو قوي. وده كمان لحم يا جماعه، ده بيديني لحم، فانتوا هتشوفوا ان الطماطم هنا هتطلع لنا كميه حلوه قوي ولون كمان حلو قوي. ادي اقطع واحط، والبنجرايه عندي هنا لا مسلوقه ولا متحمره ولا حتى مشويه ولا اي حاجه، البنجرايه هنا عندي طبيعيه خالص قطعتها بس، وهحطها عندي كمان هنا على الصلصه بتاعتي اللي بحضرها. كل البذر لازم اشيله والعروق كمان، بنضفها نضافه حلوه قوي. طبعا انا حاطه هنا كيلو، خلي بالك على ايه، حاطه هنا كيلو على اربعة كيلو طماطم. طب ينفع اقل؟ طبعا ينفع اقل، طبعا اكيد ينفع اقل، بس عايز اقول كل ما تحطي كل ما هتديكي كمية اكبر كمان للصلصة ولون احلى. يعني ممكن اقول لك حطي نص كيلو يا ستي، مش هيديني نتيجه، لا هيديني نتيجه، وهيديني نتيجه حلوه قوي. طبعا احنا ممكن نعينها في الفريزر، ممكن نعمل منها برطمانين كده
في التلاجة من تحت، لكن مش كلها هينفع تتحط في التلاجة من تحت خالص خالص. لا تعالوا بقى نحط ايه البنجرايه كمان عندنا، هي واحدة، اوعي تكتري عن كده، احنا عايزين لونها يكون طبيعي وحلو، هي واحدة. خلوا بالكو انا ما حطيتش مية خالص هنا، الطماطم هي اللي هتنزل المية بتاعتها. بس كده، ولا بحط لا ملح ولا فلفل اسود، دي حاجة انا بجهزها طبيعية خالص لما انا بقى هعمله. يعني بقى هنعمل بصل تحطي عليها، تقدري بقى دي كلها ايه تعملي بقى صلصات جاهزة، بصل وتوم، ممكن تعملي كمان في تومية بنعملها، ممكن تعملي صلصة بيتزا لو انتي من الناس اللي غاويين بيتزا قوي. طبعا انتوا عارفين انا صلصة البيتزا بالنسبة لي يعني ايه، معلقتين من الصلصة على معلقتين من الكاتشب وشوية توابل. بصي بقى لازم تقلبي فيها علشان ما تشتش وطعمها يغير معاكي. بصوا هنلاقي خلاص الطماطم حنت على بعضها وبتنزل ايه ميتها. مهم قوي يا جماعة على عين هادية وقلب فيها. بصوا حنت ازاي طماطم خالص اهي، حنت اهي، انا جايبه من تحت حنت، ما تاخدش وقت. بس كده واسيبها بقى واشوف بقيه شغلي، اسيبها بقى على النار. خلاص انت كده خلصتي، انت كده بالنسبه لك الصلصه تقريبا خلصتيها، فاضل لنا فيها خطوه بسيطه جدا جدا مش هتاخد معانا وقت خالص، وهتكون الصلصه بتاعتك جاهزه. ما تشيليش هم، انت خلاص جبتي طماطم غسلتيها كويس جدا جدا جدا، شلتي النقطه الخضراء اللي فيها، ما هدرناش منها، قطعناها اربع ارباع حطيناها في الحله من غير ولا نقطه ميه، حطينا عليها الاربعه كيلو طماطم، حطينا عليهم كيلو فلفل احمر حلو وقيمه غذائيه ولون وطعم وهتتبسطوا بيه جدا، حطينا بنجرايه واحده صغننه، انا عايزه لونها يكون طبيعي، وهسيبها على نار هاديه تنزل بقى الميه بتاعتها والطماطم عندي تحن، وهقول لكم بعد كده هنعمل فيها ايه بعد الفاصل، استنونا. بصوا لونها وهي لسه ما استوتش، وهي لسه ما عملناش حاجه، بصوا لونها احمر حمار طبيعي ازاي، تخيلوا. امال لما تستوي ولسه الفلفل يتضرب مع البنجر، شوفوا الجمال. بصوا اللون يا جماعه عامل ازاي، بصوا اللون. طبعا اللون ده من ايه، احنا عارفين الطماطم اليومين دول هي خضرة صفرة حمراء، حمار مش الحمار القاتم، مش حمراء يا قوطه زي ما بيقولوا، مش حمراء يا طماطم زي ما بيقولوا، ولكن هي جامده وحلوه فيها لحم كتير. مهم جدا اللحم ده بقى اخده اوظفه واحط عليه الحاجات اللي تديله طعم ولون حلو جدا جدا بجد. انا من احلى الطرق اللي ماما بصراحه على طول بتعمل بيها، وفعلا اديكي وشايفين نتيجتها عامله ازاي، اهي بنجرايه واحده. بصوا الطماطم، بصوا اللحم، هي دي بتنزل ميتها، انا ما حطيتلهاش نقطه ميه خالص، ملحمه يا جماعه، ملحمه كده هتدينا لحم وهتدينا لون، هتعجبكم جدا. طيب نسيبها برده على النار ونقلب فيها كل شويه. عايزه اقول لكم ناس كتير قوي تقول لي ايه اهم القطع في المطبخ، القطعه دي الهاند بلندر يا جماعه، من الحاجات اللي هي فعلا بعتمد عليها في المطبخ بشكل كبير. اهو مش بحتاج ان انا اسيبها تبرد، ومش بحتاج ان انا اغير الحله ولا بهدل الخلاط ولا اي حاجه.
تقيله ازاي؟ واخدين بالكم قد ايه تقيله؟ دلوقتي بقى احط ايه، معلقتين السكر كمان بتوع. ولونها حلو جدا، هرجعها تاني على النار واجي هنا بقى. بصوا بصوا خلاص ايه اللي ما بقتش، خلاص هي كده اتسبكت عندي. بصوا لونها خطير ازاي، انا قلت اسيبها يمكن يكون فيها اي زيادات، لا خالص قوامها. ولسه بقى كمان هنصفيها. ماشي يا سعيد بعد اذنك، عايزه المصفى والبوله تحتها ونصفيها ونسيبها تتصفى كده. مش ممكن لونها وسمكها وتقلها. نسيب حبة كده نقلبهم عشان تنزل. هنلاقي بقى اللي يعني اللي فايض حاجات. عايز اقولكوا انا مثلا عن نفسي ممكن ما صفيهوش، بحس ان انا لا انا عايزه ايه، خصوصا لو هعمل محشي ما احبش اصفي ابدا ايه الطماطم، مع ان في ناس تقول لي ازاي طماطم وما ما تتصفاش. طب جربوا المحشي كده بنص ضربه وبعدين ما تصفوهاش طبعا نص ضربه، لا بتدي طعم تاني وكده لما بتستوي في المحشي بيبقى لونها خطير. بصوا بقى اللون عندي هنا عامل ازاي، بس اهو. يلا تعالوا نكمل هنا بقيه الحبه بتوعنا. بصوا فله، احلى وصفه صلصه هتجربوها. اشيل كده علشان ايه اقل. طبعا بنحط في البرطمانات وهي سخنه عادي، ولكن الاكياس بسيبها تبرد عادي، ان انا احط في الاكياس بس لازم اسيبها تبرد ادخلها الفريزر. لو البرطمان فانا عادي جدا ان انا ايه احط في البرطمان وهو سخن بس ما اقفلهوش، كعاده اي حاجه هخزنها. بصوا لحم، لا فين القشر، ملحمه كلها اهي. فاضل لنا ايه بقى كده، نعمل الفيجيتار وكمان هقول لكم التوابل بتاعته بسرعه تاني علشان دي مهمه جدا جدا زيها زي التوابل والبهارات اللي احنا عملناها والصلصه، بيدخل في وصفات كتير. بصوا بقى الحبه دول اوعوا ترموهم، انا شايفه الحبه دول يتحطوا للمحشي. بصوا السمك يا جماعه احسن وصف. بصوا ما فيش خسائر، يعني احنا حطينا الكميه طلعت لنا هي الكميه، ليه لحم ما عادتش كتير. بصوا بصوا اهي بس كده نقلب. بصوا تقولها عامل ازاي، ولسه كمان هتتقل معايا لما تبرد لونها يجنن. وده بقول لكم ده يتشال يتحط للمحشي اوعوا ترموه. طيب هنسيبها بس كده ايه تبرد وتعالوا اقول لكم هنعمل، يلا بينا الفيجيتار والعادي والحار. نشيل بس ايه الحبه دول. شكرا يا سعيد. في الكبه بقى عندي اهي، واروح ايه حاطه بقى البقسماط. لازم زي ما بقول لكم لو ما كانش، لو كان مستطر كده فدخليه برضو ايه الفرن، دخليه الميكرويف ياخد له ايه حب. ونحط عليه عندي هنا ايه الفينو، لازم يكون ناشف كده. وتعالوا نضرب ضربه تمام. Thank you.
الصلصة بحطها في البرطمان وهي سخنة، ولكن في الكيس لازم أسيبها تبرد خلاص وبعدين أحطها. بصوا القوام يا جماعة، بصوا القوام عامل ازاي عندي، شايفين لون، عارفين لون الكاتشب، هو لون الكبسية طبعا مش كاتشب، هي صلصة، بس أنا بقول لكم من حلاوة اللون يعني. وطبعا احنا لو عايزين نحوله الكاتشب هنحوله الكاتشب بسهولة جدا جدا اهو. ممكن اشوفه انا حطيته بعد الضرب على النار تاني بعد ما ضربته، ليه؟ انا عايزه اتاكد ان خلاص ما فيهوش نقطه ميه. هتعرفي ازاي؟ اول ما تلاقي الثقافه بتنتشر تك 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 بيفرقع انت كده خلاص هو اتسبك، لونها يجنن، تحسوا ان هي مربى مش ايه مش صلصه من كتر ما هي تقيله ولونها حلو جدا اهي. طبعا ما بقفلش البرطمان عندي هنا لحد ما يبرد تماما. تعالوا نكتب عليها صلصه، صلصه بيتي معتبره. الله يكتبت كده صلصه بيتي معتبره اهي.